اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده، لا مش جديده، حلقه خاصه جدا 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 من عيش وملح. انا هعتبر الحلقه دي ان شاء الله هتكون من، يعني انا هشوفها من اهم الحلقات اللي انا ممكن اكون هقدمها. ليه؟ لان في الحلقه دي احنا بنتكلم عن الاكل، بس مش من خلال طبخه وبس، طبعا في طبيخ وطبعا في وصفات، بس بنتكلم على الاكل من خلال منظمة عالمية كبيرة جدا هي اللي مسؤولة عن موضوع الأكل في العالم كله. المنظمة دي اسمها الفاو، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الأغذية والزراعة، Food and Agricultural Organization. منظمة الأغذية والزراعة منظمة تابعة أو جزء، تعتبر جزء من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة اللي هي المفترض إن هدفها هو الحفاظ على مستوى، بالذات في الفاو، يعني مستوى تغذية كويس للعالم كله، مش لبلد ومش لاتنين، للعالم كله، للأرض، للإنسانية، للكوكب. المنظمة دي مهتمة جدا بإن الإنسان يبقى متغذي مظبوط، الزراعة بتتزرع مظبوط، التربة مظبوطة، كل حاجة بهدف يعني إن الإنسان يبقى عايش حياة أرقى وأحسن وأصح وأسلم، وإن كوكب الأرض كله يبقى في حالة أحسن. من غير ما ندخل في الحاجات المكعبلة، خلينا في الأكل. الفاو عاملة العام ده، مخصصة 2016، ده عام البقوليات. يعني إيه؟ هنعرف بالتفصيل. بس خليني بسرعة قبل ما يبقى معايا ضيفة مهمة جداً من منظمة الفاو اللي هي مسؤولة عن، في مصر مسؤولة عن خدمة الشعب ده، خليني أقول لكم إن هم عاملين مشروع، دكتورة هتكلمنا عنه بالتفصيل، لخدمة الأطفال بالذات في المناطق المحرومة أو المناطق اللي واخدة حظ أقل من الرفاهية ومن الاهتمام، إن ينموا مستوى تغذية الأطفال دي، عشان اكتشفنا إن طلع عندهم مشكلة خطيرة اسمها التقزم. أنا معاكم هفهم عن المشكلة دي أكتر وإيه مجهودات الفاو علشان تحللنا إحنا هنا مشاكلنا. زي ما قلنا هي منظمة عالمية ليها جزء بيشتغل في مصر، عايزة تحسن حالتنا كشعب أو كأطفال مصريين وشعب مصري وتخلينا ناكل أحسن. وهتكلمنا بالتفصيل الدكتورة فاطمة، هرحب بيها. أهلا وسهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيكي. أكيد إحنا grateful أو ممتنين جداً إن في ناس حتى كل وقتها إن تخلي حالتنا أحسن، وفي ناس حتى فلوسها تحكي لنا. الحقيقة هو يعني إحنا هدفنا الأساسي في مصر تحسين التغذية، زي ما هو في العالم كله أهداف الفاو تحسين التغذية وتحسين حالة الزراعة والأمن الغذائي عند السكان بشكل عام، ولا سيما في القطاع الريفي. احنا في مصر كان في اواسط ال 2000، يعني حوالي 2005، ابتدينا نلاحظ انه في مشكله تغذيه عند الاطفال. هي ايه؟ انه الطفل اللي عمره اقل من 5 سنين 30% منهم في مصر كانوا ما بيوصلوش لطولهم الطبيعي، ما بيطولوش كفايه بالنسبه لعمرهم. فدي ظاهره، ده مؤشر على سوء تغذيه طويل الامد. يعني ايه طويل الامد؟ يعني تراكم عبر السنين. يعني مش مشكله، مش النهارده مشكله، ده متراكم. وبيبتدي يعني قبل ما نبتدي نقول انه في تقزم بيكون قبلها بسنتين ثلاثه ابتدت المشكله وتفاقمت. فاحنا لقينا انه نسبه التقزم حسب الاحصاءات طبعا الوطنيه عاليه جدا بالنسبه لاي دوله، خصوصا دوله زي مصر. ليه؟ علشان احنا في دخل متوسط، في مصادر عديده للدخل ومصادر طبيعيه يعني بتوفر. يعني المفترض ان احنا مش دوله فقيره، فبيبقى الظاهره دي غريبه اكتر في دوله مش من الدول الفقيره. بالظبط كده. فكان بطلب من الحكومه المصريه انه نعمل حاجه نحسن فيها وضع الاطفال دول اللي هم دون ال5 سنين، احنا مؤشرنا دايما تحت ال5 سنين. طب احنا نوصل لهم ازاي وهم مش في المدارس؟ فعملنا مشروع بيستهدف السيدات والشباب علشان نديهم القدره على انتاج الخضر والفواكه ومصادر حيوانيه للبروتين، بنفس الوقت بنديهم المعلومه التغذويه الصحيحه. ازاي
يستعملوا المزروعات ديت بالطريقة الأفضل علشان ناخدوا منها نتيجة أفضل لأفراد الأسرة، وخصوصا بالنسبة للأطفال اللي هم محتاجين كأسلوب لهم طبخ، كأسلوب طبخ، كأسلوب رعاية. يعني احنا عندنا مثلا في بعض المناطق يعني ما بيستعملوش الرضاعة الطبيعية بالشكل المناسب. احنا بنقول رضاعة طبيعية لحد ست شهور من غير ما ندخل اي مادة تانية. أوكي. ودي ممارسة مش منلاقيها يعني موجودة في كل المحافظات. كمان مثلا الاكل التكميلي اللي مندخله بعد ست شهور لازم يكون عنده خصائص تغذوية معينة، وإلا الطفل مش هيوصل لطوله، مش هينمى بالشكل اللي مفروض ينمى بيه. طيب فكرة عامل بقول، أنا عايزة نستعرض الأول بعد إذنك البقول، وفي شوية حاجات موجودة ويمكن في غايب من أنواع البقول. خلينا نستعرضها، وأنت طلبتي مننا النهاردة إن إحنا نطبخ بالبقول. صحيح. علشان أنت عايزة كل الناس تاكل بقول. أكيد. هتقولي لنا ليه بس بعد ما نستعرضها، وتقولي لي أبتدي أطبخ إنهي وصفة، اللي باللحمة. هو الحقيقة النهاردة هنطبخ باللحمة الوصفتين، بس في وصفة منهم ممكن نعملها من غير لحمة. نعملها من غير لحمة. أوكي. نبتدي بالبقول. البقول هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن البذرة اللي هو أو اللي يعني إحنا عندنا السمرة بحالتها الخضرة. جواها أو الخضرة جواها حبوب. الحبوب ديت لما تنشف بنقول لها بقول، مش أي حاجة بقول. يعني الفاصوليا البيضة مثلا هي في حالتها الخضرة مش بقول. الفاصوليا اللي هي الفاصوليا الخضراء اللي بناكلها في الطبيخ، يعني دي تعتبر خضار. دي خضار، بس لما نتكلم عن الناشفه، عن الحبه اللي جوه لما تكبر وتنشف وتخرج البذور، هي دي البقول. حلوه قوي. فنحن مثلا عندنا الفاصوليا متنوعه جدا، عندها اشكال كتيره. هنا عندنا نوعين فاصوليا، البيضة اللي هي متعارف عليها، وعندنا الحمراء اللي هي يقال لها كمان ال حبة الفاصوليا اللي زي الكلاوي أو الكلوة. الكلوة اللي شكلها زي الكلوة. دي مش شائعة عندنا. بس احنا النهاردة دخلناها في وصفة علشان يعني ننوع من الوصفات اللي ممكن ست البيت تعملها للأسرة بشكل عام. فعندنا نوعين فاصوليا، عندنا الحمص. الحمص ده كمان عالي بالمواد الغذائية. عندنا العدس، عندنا ثلاث أنواع عدس هنا، والنوع ده اللي هو بنقول له البازيلا الناشفة المقشورة. ده اللي في يوم من الأيام يا جماعة كان بسلة، يعني كان بسلة خضراء لما بينشف. هل بالضرورة، هل علامة البقول إن هي ليها فلقتين؟ يعني هل نقدر نقول ان البقول هي كل الحبوب ذات الفلقتين، او اللي هي من جوه بيبقى بشكل عام فلقتين؟ هي بشكل عام فلقتين، بس لازم تكون ناشفه. يعني من تعريفها ان تكون ناشفه، عشان نفرق مثلا بينها وبين الخضار. لا انا قصدي نفرق مثلا بينها وبين القمح اللي هي حبوب برضو. لكن لا، بس قصدي حتى البازيلا اللي احنا بنقول لها بازيلا، هي في الحاله الخضراء هي خضار، هي خضار في النشفة، بس لما الناشفه بتكون هي بقول، بقوليات. فاحنا عندنا انواع مختلفه من البقوليات، في لسه كتير. لا شك انه البقوليات في نظامنا التغذوي، وخصوصا في المناطق المتوسطيه اللي على البحر الابيض المتوسط، كانت من احد سمات النمط الغذائي المتوسطي. ولا زالت بلاد كثيره في يعني جنوب ايطاليا، في اسبانيا، في لبنان وسوريا، ولحد ما في مصر نتناول ده بشكل بطعامنا اليومي، ولكن الظاهرة دي بتقل، وخصوصا عند الصغيرين. فاحنا كعام البقول في السنة دي عايزين نرجع نعزز استهلاك البقول علشان الفايدة العالية التغذوية اللي موجودة في البقول، وعلشان ده مصدر مش غالي للمواد الغذائية الجيدة جدا الموجودة دي، وعلشان ده من تراثنا، من صميم عاداتنا الغذائية. ممكن ننوع، ممكن ندخل حاجات جديدة، بس احنا أساسا مجتمعات ما كانتش بتستهلك اللحوم بدرجات عالية، وده بيتغير
وده مش معناه أحسن. هو بيتغير وما بيتغيرش، هو اللي بيقدر يستهلك لحوم بيستهلكها، لكن في ناس ما بتستهلكش لحوم لأنها لأي سبب ما قد تكون ما عندهاش مقدرة مادية، وفي نفس الوقت بطلت تستهلك بقول. واعتقد وانت تصلحي لي لو انا غلطانه، ده بقى ليه علاقه بمشكله التقزم بقى ان احنا ولا ملوش علاقه يعني البروتين مشكله التقزم ليها علاقه بالكم والنوع بالغذاء، بس هو الغذاء هو السبب المباشر للتقزم بس مش هو السبب الوحيد. يعني البيئه اللي عايش فيها الطفل كمان من صرف صحي، من إمكانية نقل أو عدم نقل الأمراض، ده كله له علاقة كمان في التقزم. يعني أحياناً ممكن يكون في تراكم لمشاكل سوء تغذية ناتج عن حالات إسهال متكررة، يعني مش بس الأكل، لا بس السبب المباشر عادة غالبا ما بيكون الأكل. فإحنا عايزين يعني نوصل لمرحلة إنه الطفل يكون أكله متوازن ويكافي لاحتياجاته. ليه؟ لأنه الطفل في فترة نمو، فاحتياجاته بالنسبة للشخص البالغ هي أكتر. يعني الطفل محتاج للمواد الغذائية علشان ينمى، يحافظ على جسمه ويقوم بنشاطاته. البالغ محتاج للتغذية علشان يبدل يعني نقول حالة إعادة صناعة ما يفقده الجسم خلال ممارسته يعني اتبنى بس هو بيصلح نفسه ويقوم بنشاطاته، بينما الطفل في احتياج تاني مهم جدا هو النمو، بيبني لسه. فإحنا لو ما مديناهوش الأكل المظبوط اللي كما ونوعا متناسب مع احتياجاته بينتج عنه مشاكل سوء تغذية. مشاكل سوء تغذية ممكن تكون أنية نشوفها مباشرة بأنه نقص وزنه مثلا، بس لو تراكمت عبر السنين هنشوف التقزم. احنا ليه مهتمين بس انا موضوع التقزم هممني جدا، خلينا نتكلم عليه بالتفصيل لانه ما يفوتناش، هو موضوعنا، هو ده اهتمامنا. اكيد. وكمان كنت قلتي لي ان في مشروع بتموله ايطاليا، عايزين نعرف عنه بالتفصيل جدا جدا. هنطلع فاصل وهنرجع، انا منتظره يعني اسمع للمره الثانيه موضوع التقزم حله ايه. احنا بنعمل بنستخدم البقول، احنا في عام البقول زي ما اتفقنا، فاحنا بنستخدم البقوليات النهارده، يعني هنفضل كل اصنافنا بقول، هي اصناف مش كتيره. وبعد ما نرجع من الفاصل هنعرف. عايزه اقول لكم الاول قبل الفاصل، عايزه اقول لكم احنا عملنا ايه. حطينا لحمه مفرومه، احنا دايما متعودين طريقتنا المصري بنحط البصل الاول والبصل يصفر كويس، وبعدين بعد ما يصفر نضيف اللحمه، واللحمه تبقى بني كويس قوي قبل ما نضيف اي حاجه تانية. ده لطيف جدا واحنا بنعمله. في طريقه اخرى وخصوصا يعني احنا بنعمل وصفه مستلفينها من بلد تانية، هما بيحطوا كل حاجه على بعض، بيحطوا اللحمه اول حاجه وبعد كده بيحطوا على طول البصل، ممكن يسيبوها تبقى بني، يعني مش تبقى بني قوي، مش تستوي بس يعني لونها يغير، ويحطوا بعد كده البصل والفلفل الاخضر والكمون اللي انا هحطه حالا دلوقتي، شويه كمون، ولو في بابريكا او خلطه بهارات، ممكن مصري ممكن مكسيكي بيشبهوا بعض قوي، كزبره ناشفه وبالمره يلا قبل ما نطلع الفاصل نحط الملح والفلفل. وبعدين نسيب اللحمه دي في الفاصل لونها يظبط وتستوي شويه، ونرجع نهتم نكملها ونهتم اكتر نعرف البقول هنستخدمها ازاي وهتفيدنا بايه. اللحمه هنا لونها تمام، هكمل بسرعه هحط الحاجات اللي عايزه احطها عشان افضى كده اسمع كويس قوي الموضوع اللي يخصنا النهارده، الموضوع اللي عليه الحلقه اساسا. احنا هدفنا استخدام البقول، هدفنا نستخدمها، مش هنستخدمها اساسا غير لو احنا عارفين هي بتعمل ايه واحنا محتاجينها قد ايه واهميتها، فده اللي احنا عايزين نعرفه. يعني علشان انا استخدم ده لازم اكون مقتنعه ان ده مهم واني ما اقدرش استغنى عنه وهيفيدني جدا. عايزين نعرف اهميه البقول وليه السنه دي، يعني اشمعنى البقول، ليه 2016 الامم المتحده والفاو بيعتبروها سنه البقول. احط دي والصلصه ونفضى.
فضيت لك يا دكتورة، فضيت لك، خلصت اللي ورايا. اوكي، فاحنا هنقول ليش البقول السنة دي. البقول مصدر مهم جدا للبروتين، واحنا قلنا احد الاسباب التقزم اللي شفناه عند الاطفال نقص في المواد الغذائية ومنها البروتين. طيب ليه البروتين ده مهم؟ مهم جدا علشان هو مصدر مش غالي قوي، كطعم طعمه حلو، بس كمان هو مصدر يعتبر مش غالي لتأمين احتياجات الجسم من البروتين. أوكي. طيب ليه نحن بنشجعه؟ بنشجعه علشان القيمة التغذوية عالية، علشان الناس ابتدت تبعد عنه شوية، فاحنا كمنظمة أغذية وزراعة من أهدافنا أنه نحافظ على المزروعات التقليدية والمزروعات ذات الفائدة على الناس. فالبقول السنة دي، قبليها بسنتين كنا بنشجع حبوب اسمها الكينوا علشان عالية كمان بالقيمة الغذائية والبروتين. خلينا في البقول. البقول في احنا لما نتناول طبقنا اليومي من لو في فاصوليا مثلا او عدس، احنا تقريبا بنحصل على 30% من احتياجاتنا من البروتين من خلال الوجبه العاديه اللي بناكلها، يعني كميه الفاصوليا بين 20 ل 30%، احيانا ممكن مع العدس نوصل ل 50%. واو، فده دي نسبة عالية جدا، ولما نشوف السعر مقارنة باللحوم هنلاقي انه في فرق كبير جدا. يعني لو احنا عاوزين نوكل عيالنا بالطريقة السليمة وما نصرفش كتير، طبعا البقول مصدر عالي جدا من البروتين. مش بس كده، البقول مصدر عالي كمان من الفيتامينات، وخصوصا مجموعة الفيتامين بي اللي هي أساسية جدا للنشاط، للحركه. يعني احيان كتير احنا بنحس بنفسنا تعبانين، ممكن يكون احنا على فيتامين على طول حاسين بنفسنا تعبانين. الفيتامينات بي هي ضروريه جدا لانتاج الطاقه في الجسم. مش بس كده، احد الفيتامينات من مجموعه بي اللي هي عاليه جدا في البقوليات هو الفيتامين بي الف او البي واحد. ده له علاقه جدا بالجهاز العصبي والذاكره، يعني علشان ما ننساش كتير، وخصوصا مع تقدم العمر. ده انا اركز في الحته دي. طيب عشان النسيان بي واحد مهم جدا علشان النسيان، علشان الجهاز العصبي. فاحنا عندنا مصدر غني جدا في الفيتامين بي واحد في البقوليات. عندنا مصدر غني جدا بفيتامين هو من مجموعه البي، بنسميه حمض الفوليك او الفوليك. ده مهم جدا في عمليه انتاج الطاقه، ولكن له كمان علاقه بحمايه الجسم من امراض اللي ليها علاقه بامراض القلب يعني والشرايين. ليه؟ لانه خلال جسمنا بيفرز ماده كده، لو عليت بيكون مؤشر خطر لاحتمال اصابتنا بامراض القلب، هي في الانجليزي اسمها هوموسيستين. الماده ديت وجود الحمض الفوليك بيأثر عليها بشكل انه يقللها، فبالتالي بيعمل لنا حمايه للشرايين. فاحنا كده بنقول انه كمان مهم جدا بالنسبه لحمايه الشرايين. مش بس كده، عندنا نسبه عاليه من الالياف، عاليه جدا من الالياف اللي في الجسم بتمتص الكوليسترول وبتخلي جسمنا يتخلص من الكوليسترول. فالناس اللي عندها كوليسترول عالي يعني بننصحها تتناول كمصدر للبروتين البقول علشان الفايده الموجوده في الالياف. فاحنا مثلا لو جسمنا محتاج في اليوم ل 20 جرام من الالياف، عندنا تقريبا 10 جرام او اكثر في البقوليات، يعني في وجبه من البقوليات. فاحنا كده بنساعد جسمنا يتخلص من الكوليسترول، بنحافظ على الشرايين. كمان غير الالياف في النشويات البطيئه الامتصاص دي عظيمه جدا للناس اللي عندهم سكر. ف
فبالتالي احنا عندنا مش بس مصدر مهم جدا في البروتين، عندنا مصدر مهم جدا في البروتين، في الالياف، في النشويات البطيئه الامتصاص، زي ما قلت بالفيتامينات، وكمان بالمعادن. معادن يعني عندنا مصدر كويس من الكالسيوم اللي هو مهم جدا للعظم، بس كمان مصدر عالي جدا في المغنيسيوم. يعني طيب هو يعني فوائده الصحيه كتيره جدا قوي. وسعره قليل. يعني احنا نقدر نقول ان او الرساله اللي عايزه توصلها الفاوله، وانا مش غلطانه، ان اللي مش هياكل، يعني اللي مش متوفر له انه هياكل لحمه او فراخ او سمك، لازم يتاكد ان يومه ما خلصش من غير ما ياكل بقول. يعني حقيقة حتى لو متوفر له السمك واللحمه وكل المصادر الحيوانيه، لازم ياكل بقول لكل الاسباب اللي انا قلتها، علشان اللحمه بتدينا بروتين وحاجه لده. الفرق ما بين نوعيه البروتين في البقول ونوعيه البروتين في اللحوم، في فرق بس هنتكلم عنه. بس كل الحاجات التانية اللي قلت عنها، وخصوصا الألياف وخصوصا النشويات البطيئة الامتصاص، مش موجودة باللحوم، بينما هي موجودة في البقول. انت في فوائد كتير اللي بتنقص الكوليسترول. أيوة والنشويات. فاحنا لازم يكون نظامنا متوازن، يعني يكون في لحوم بس ما ننساش البقول. طيب يعني عايزين، يعني لو انت يعني في جملة كده مركزة جدا هتقول لنا الاسبوع يتقسم ازاي او اليوم يتقسم ازاي، ندخل البقول. وانا بشكرك على الوصفه، ميرسي على الوصفه. انا قولي لي ظبطت حلوه؟ حلوه لحد دلوقتي. حلوه هدوقك. احنا دان يعني خلصنا، هنظبط الملح والفلفل، حطينا صلصه جدا. انا ما حطيتش مرقه الاول، حطيت ميه تفرق، احط مرقه من اني احط مي الميه اللي اتسلق فيها الفاصوليا؟ الافضل مش في الفاصوليا الحمراء بالذات، الافضل ما نستعملش الميه اللي اتسلقت. ما استعملش الميه؟ لا، يعني لو عايزه ازود شويه ازود حبه مرقه او ميه عاديه. ايوه مرقه عاديه، علشان عندنا كميه لحمه كبيره في الوصفه ديت. خلينا اقول انه في الاسبوع احنا بنقول لو قدرنا ناكل مرتين يومين اسماك، علشان الفايده الكبيره اللي فيهم بالنسبه للامراض اللي ليها علاقه بالقلب وكمان للذاكره. اوكي، فعندنا يومين اسماك. لو قدرنا نعمل 3 ايام بقول، احنا كده هنكون 5 ايام، يبقى لنا يومين بس للحوم، لحمه وفراخ، او يعني ما بين اللحمه والفراخ او الدواجن يعني عموما كده، بنكون قربنا من النمط الغذائي السليم. يعني الاسماك لازم مرتين في الاسبوع، اللي مش قادر مره يعني. بس مرتين لو شوربه ولا كان سمك مشوي، والافضل مش مقلي علشان تقليل الدهون. مرتين السمك اكيد، مرتين في الاسبوع. 3 مرات بقول، مرتين لحوم بانواعه المختلفه. طيب ادي وصفه فيها بقول وما حرمتناش من اللحوم. لا اتمنى تكون حلوه. خليني ممكن ادوقك، ايه رايك؟ بتدوقي؟ اكيد. مش هتلاقيها يعني سخنه طبعا يعني. بس خلي بالك. اوكي. جميله. ناقصها الشطه. ناقصها الشطه بس كده؟ بس كده. ادي الشطه اهي اهي، يعني على كلمتك. هي تشيلي، يعني هي لازم يكون فيها شطه. ده شطه كتيره اهو، دي شطه. الشطه بتديها النكهه حلوه. وعلى فكره ده طبق هو من مكسيك. تكساس بتاثير المكسيك، يعني بنسميه تكس ماكس. اللي هو اكله مكسيكي. ايوه موجوده، راحت امريكا على الحدود، خدت تاتش لحوم زياده كده. بس هي ايه الحلو فيها؟ انه هي شبيهه باكلنا. يعني فيها الطماطم، فيها البصل والكمون والفلفل والشطه والذوق المكسيكي ده جاي بعدين. حقيقي انا في بيتي بعتمدها من كوصفه محليه. بص يا دكتوره، هو اللي نافق، يعني اللي مخلي الكلام كله لطيف، ها، ان اللي مخلي الكلام كله متصدق ان حجمك كده. فده تفرق كتير قوي، يعني انا بحس ان لو سمعت كلامك
وعملت اللي انت بتقوليه ممكن اوصل للمقاس ده، فانا سعيده. على فكره انا ما بحرمش نفسي من اي حاجه بجد. علشان الحاجه الاساسيه هو الاعتدال، الاعتدال في الحاجات اللي بناكلها. انا ما بحرمش. شكلك بتاكلي بروتينات نباتيه كويس انا وبقول انا ذوقي بقول وخضر، بس ما بحرمش نفسي من اللحوم. كلمه السر اهو. كلمه السر. طيب انا اشيل ده وخلينا نطلع فاصل تاني ونرجع. يا جماعه بقول 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 بقول، هنكمل وصفه ثانيه بالبقول وهنعرف اكتر عن الفاو وبتعمل لنا ايه في الفاصل الجاي. هنعمل دلوقتي، احنا لسه بقول بقول، فهنعمل عملنا فاصوليا حمراء، هنعمل فاصوليا بيضة. الوصفة اللي فاتت ما فيهاش اي حاجة، لو مش لاقيين فاصوليا حمراء نشيل الحمراء ونحط البيضة، ما فيش اي مشاكل خالص، يعني هتنفع باي فاصوليا. دي هنعملها وصفة قريبة قوي من الوصفة اللي احنا بناكلها، وقررنا ان احنا هنبقى نباتيين لان احنا طول عمرنا بنهتم بالنباتيين. شلنا اللحمة منها عشان نخليها نباتية بعمق، وهنعملها نباتي خالص. قبل بس ما نبتدي نندمج في حديثنا، انا نفكر البقول. البقول لازم هننقعها وما نبالغش قوي في النقع، يعني 6 ساعات 7 ساعات، مش المفروض. في ناس بتسيبها باليوم ويوم ونص، اكيد احنا مش عايزين نسيبها زياده، لان القشره بتاعتها لما بنسيبها مده طويله القشره بتاعتها بتسيب الحبه، حتى لما تستوي بنلاقي واحنا بناكلها بنلاقي القشره مفصوله جوه بقنا عن الحبه. فهننقعها يعني لا اما مسافه الليل لا اما 6 7 ساعات، ما نحاول ما نكترش. النقع مهم جدا، لازم نعرف ان احنا نتخلص من الميه اللي نقعنا فيها، لان في ناس بتنقع وبتاخد الميه النقع هي اللي تبقى ميه التسويه، فاحنا عايزين ننقعها ما نزودش في النقع وما نقللش، وعايزين نخلص تماما من ميه النقع ونشطفها مطرح الميه اللي اتنقعت فيها ونبتدي نطبخها في ميه جديده. بنسلق كل البقول، بيفضل نسلقها في ميه يعني مش سخنه، يعني بارده او من الحنفيه، يعني ميه بدرجه حراره الغرفه. زي كل حاجه الاول هنخلي الحراره عاليه لغايه ما ناخد الريمه اللي بتطلعها اي بقول وهي بتتسلق، وبعد ما بتنضف خالص الميه وتبقى صافيه. مهم جدا ان احنا هنوطي قوي قوي وهنسيبها نغطيها ونسيبها على نار هاديه، عشان زيها زي اي بروتينات، كتر حركه الميه حواليها وكتر حركه الميه وهي بتغلي بتخليها تنشف وما تبقاش حلوه. التدميس هو احسن طريقه لتسويه البقول. التدميس بمعنى ان الميه مش زياده بزياده، يا دوبك مغطيه والنار هاديه، واذا احتاج الامر في النص ممكن نزود ميه، بس ما تبقاش الميه كتير وبتغلي بتغلي بتغلي. فدي كانت تكتنا لطبخ البقول عموما. البقول اللي احنا كل ماده بنكتشف ان هي اهم ما كنا عارفين، وان الاكل اللي كان زمان بيتبصله ان هو يعني اكل الفقراء، هو ده فيه صحه وفيه غذاء، ويا ريتنا نفضل بنتعامل معاه. وزي ما شرحت لنا الدكتوره وهتكمل لنا بقى، انا هبتدي اعمل الوصفه التقليديه شبه تقليديه، اللي فيها هحط حطيت زيت وهحط بصل وجزر. اللي عنده كرفس فرنجي، احنا النهارده ما عندناش، اللي عنده كرفس فرنجي الثلاثه دول بيبقوا حلوين قوي مع بعض، بصل وجزر وكرفس، بيعملوا ثلاثي لطيف قوي. وفاصوليتنا اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين، احنا سلقينها في ميه مش كتير يا دوبك، استعدادا لان احنا نكملها هنا. وخلينا لما نعمل الطبخه دي لما نسلق الفاصوليا تبقى سنه اقل من السوى الكامل علشان تكمل مع الصوص. بس كان خلصت بقى موضوع الطبخ الحدوته الطويله بتاعتنا دي. الطبق اللي احنا عملناه ده كده تفتكري قيمته الغذائيه متكامله؟ قيمته الغذائيه عاليه جدا. ليه؟ انا هقول انه البقول قلنا مصدر مهم جدا للبروتين، بس في فرق ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني. انه البروتين النباتي المكونات الاساسيه اللي هي اسمها احماض امينيه مش كامله، بس ده ما بينتقصش من قيمتها. ليه؟ علشان عاده بنزيد القيمه بتاعه البروتين انه ناكل فاصوليا ورز، يعني بقول مع حاجه من فئه الحبوب، برغل مثلا،
ده بيكمل البروتين النباتي، فاحنا مش محتاجين للحمة إطلاقا. ولكن لو كان في لحمة كمان، اللحمة بحد ذاتها بتكمل القيمة التغذوية لبروتين البقول، فاحنا ممكن ننسى اللحمة كليا من الطبق ده ونعمل رز بشعرية أو رز أبيض وناكله مع الفاصوليا الحمراء أو البيضة، ونكون عندنا وجبة متكاملة غذائيا من ناحية البروتين. بس احنا لو هنكون فيجيتيريان أو نباتيين لازم نكون واعيين انه البقول لازم دايما تتاكل مع مصدر من مصادر الحبوب، رز او برغل او الحاجات ديت اللي هي بتكمل بعضيها من ناحيه البروتين. بتكمل المدى بتاع البروتين. الاحماض الامينيه بالزبط كلها. بالظبط، فده اساسي، ده اساسي في التغذيه للنباتيين. ممكن نعيش كويس جدا من غير لحوم، لكن لازم نعرف ازاي نولف البقوليات والرز او البرغل والحاجات زي دي مع بعض علشان يكون، او مع العيش علشان يكون غذائنا متكامل. طيب انا عايزه اطمن على احنا يعني احنا كشعب وبالذات في المناطق النائيه. انت اصلك برضه لما قلت لي ان في مشاكل، انا هي حاجه تضايق، يعني حاجه تضايق ان تبقى طبعًا. في بلد كلها خير، كلها طبعًا. كل حقيقي كلها طبعًا. خير، كلها زراعه وكلها يعني الفاكهه كتير، الخضار كتير، اللحوم حتى لو مش الكل بيجيبها، البقول كتير، اسعارها صحيح. معقوله، وبعدين ان يبقى في كل الخير ده وفي نعرف ان ناس من اهلنا واهل بلدنا عندهم مشكله بالشكل ده. طبعا. وقلتي لي كمان، انا ما كنتش فاهمه الحقيقه، انت لفتي نظري، انت قلتي لي مش بس التغذيه هي السبب، انت قلتي لي في عوامل ملهاش دعوه بالتغذيه. اكيد. بس يمكن يعني كسفره مش هنملك نصلح غير التغذيه. صحيح. كقناه يعني. فقولي لي طيب، يعني احكي لي عن المشروع اللي انتوا بتعملوه بالتفصيل بقى. احكي لي حلو بقى. المشروع ده هو تحسين التغذيه والامن الغذائي لدى الاسر المصريه، ممول من الحكومه الايطاليه زي ما قلنا. الفاو لها الاشراف التقني على تنفيذ انشطه المشروع، ولكن المشروع ينفذ مع وزاره الزراعه والوزارات المعنيه الاخرى، لا سيما المعهد القومي للتغذيه من وزاره الصحه. فاحنا هدفنا ايه؟ هدفنا انه الست في الامكنه ديت اللي لقينا فيها مشاكل تغذيه تقدر تحسن تغذيه الاسره بتاعتها بدايه. فعلشان نوصل لده لازم نديها المعلومه الصح، ازاي تستعمل يعني الاكل بطريقه مفيده. احنا كلنا عندنا ممارسات ممكن ما تكونش صحيه. أوكي. فنفس الوصفه ممكن تكون صحيه وممكن ما تكونش صحيه بتغييرات صغيره في الممارسات. لذيذه دي. فاحنا اديني مثلا. يعني مثلا احنا كميه الميه اللي بنحطها في الطبيخ. احنا لو حطينا ميه كتيره ينتج عنها انه احنا الكميه ما استعملناهاش، الفيتامينات والمعادن وكل الحاجات اللي فيها خيرها بنكون رميناها، خرجنا في الميه. فعلشان كده احنا بنقول واحنا بنطبخ مثلا كميه الميه. الخضر والفواكه، الخضر مش لازم تطبخ فتره طويله، يعني الوقت الطبخ مش لازم يكون مش طويل، مش لازم تتهري، ما نسيبهاش تتهري ابدا ابدا. عشان في مغذيات كتيره فيها بتبوظ او بتفقد قيمتها. فدي مثلا من الحاجات اللي بنعملها عبر مطبخ تعليمي زي ده، بنجيب الستات وبنطبخ معاهم. ناخد وصفات ايه يعني؟ دي مثلا محافظه، يعني احنا دلوقتي شغالين بخمس محافظات. عندنا الفيوم، بني سويف، سوهاج، اسيوط، واسوان. بناخد الوصفات التقليديه ومع خبراء التغذيه بندخل عليها بعض الاضافات اللي ما بتغيرش بالطعم كتير لكن بتحسن القيمه التغذويه. مثلا زي ما حضرتك دلوقتي بتحط الجزر مع الفاصوليا، ده مش تقليدي بس ده احنا بنزيد فيه القيمه التغذويه للوصفه ديت. احنا ممكن نعمل وصفه تقليديه نضيف عليها بيضه، وبالشكل ده نزيد قيمتها التغذويه من غير ما نغير الطعم مثلا. فبنشتغل مع الستات على وصفات تقليديه تطبخ بطريقه فيها تغذيه يعني أكثر. مثلا عجينه طعميه نضيف على العجينه مثلا على شويه بضايه او بيضتين في العجينه مثلا، ده بيزيد بس هي هتبطل نباتيه بالطريقه ديت علشان فيها بيض يعني علشان لا بس احنا بنتكلم على المشروع. على المشروع.
فاحنا بنضيف مكونات بتزيد القيمة التغذوية على نفس الوصفه التقليديه وطرق الطبخ اللي هي الاسلم. طب انا بس اديني، انا عايزه يعني اشوف انتوا بتنزلوا كفاه، وانتوا يا موظفين يا كبار بتنزلوا بتسافروا تروحوا بني سويف؟ احنا بنروح بني سويف بس مش احنا اللي بنشتغل مع الستات، احنا بنشتغل عبر زي ما قلت عبر وزاره الزراعه والارشاد ومعاهد المتخصصه في الوزاره اللي هم بيدربوا الستات. طيب بتروحي، انا عايزه اشوف المنظر، احنا رحتوا بني سويف؟ رحنا بني سويف. رحت بتروحوا فين؟ رحنا على المديريه. اوكي اوكي. مين اللي جبناهم؟ اللي جبناهم هم ستات من قرى، احنا كنا بزيارات سابقه عملنا زيارات استكشافيه ولقينا ان وضع القرى ديت يتطلب تدخل، يعني لازم نعمل فيه حاجه علشان نحسن الوضع. فالقرى اللي هي مشكله التقزم برضو والاطفال ما بيكبروش والحواجيت دي كلها بالظبط. فاحنا اخترنا القرى. بعدين القرى صار فيها يعني مقابلات مع العمده، مع الناس الكبار في القريه بمساعده الارشاد والمديريات الزراعه. نحن ما بنشتغلش احنا بنشتغل عبر الوزاره. اوكي. وعبر الجمعيات الاهليه. فاحنا بنتكلم عن الموضوع واحنا عايزين نجيب ايه ونعمل ايه. فلما يلاقي قبول بنلاقي انه الاهالي عاوزين بناتهم وستاتهم يجوا يستفادوا من التدريب اللي احنا بنعمله في المطبخ التعليمي علشان نحسن طريقه الطهي. كمان بنعمل تحسين للتصنيع الغذائي في البيت المنزلي، يعني احنا المربيات المخللات كله ده، التجفيف، تجفيف الطماطم بيتعمل بطريقه علميه، بندرب الستات على كده وممكن يعملوه في البيت. برضو يعني انا برضو عايزه اتخيل مين اللي واقفه بتدربهم، بيبقى في يعني من المعاهد مدربين ناس؟ احنا في الاساس عندنا مدربين من المعاهد المتخصصه، معاهد التغذيه وفي التصنيع الغذائي من من وزاره الزراعه، من المعاهد المتخصصه. دكاتره بينزلوا يدربوا مجموعه من الستات اللي هم في مرحله لاحقة هما ممكن يدربوا ستات تانية. فاحنا الناس اللي بيدربوا ناس مؤهلين بكفاءة عالية جدا. على انتوا بتشرفوا؟ طيب يعني طبعا كل المادة التدريبية، يعني الدور الدايركت هو اشراف. احنا كل المادة التدريبية مش ممكن ننزل بيها المدرب من غير ما تكون اتراجعت عندنا وتوافق عليها، علشان نضمن انه المعلومه واصله صح للمستفيد او المستفيده. فالماده التعليميه كلها عن الرسائل التغذويه، عن طريقه تحضير الاكل او عن طريق تصنيع الاكل، ده كله بيتحضر مسبقا او تحضر مسبقا، نتراجع اكتر من مره، واحنا قلنا اوكي الماده ديت مناسبه لتدريب الاهالي. نزلتوا بيجوا بقى بنات ايه بقى؟ بنات من القرى. بنانيت يعني سن؟ احنا عاوزين يعني البنات متزوجات، المقبلات على زواج او بسن زواج او متزوجات وعندهم اطفال ما دون الخمس سنين. علشان تكون الفايده، نقدر نقيس الفايده اللي حققها المشروع. هل يا ترى العادات اتغيرت؟ هل يا ترى المؤشرات الجسم عند العيل اتحسنت؟ علشان نقول العيل بيطول بنسبه معقوله او وزنه متناسب مع فتره نموه. فده كله مع الستات دول اللي هم او على وش زواج او عندهم اطفال، والافضل يكون في عندهم اطفال كمان علشان او المجموعه تكون فيها كده وكده، علشان نعرف الفايده على الطفل ايه. وتلاقي بقى ستات جايه لك بقى شايله الواد بقى بيقول لنا التدريب وعمال يوقوق وحواليه كده. اكيد اكيد. واحنا بنشجع ده ونازلين علشان نفيد. بتجيبوا حد يشيل العيال؟ طيب والله العيال ما بيزعجوش ابدا. صحيح. وبعدين في طرق لانه نخليهم يعني بحاول اشوف الصوره بس لغايه ما اشوفها على الطبيعه، لان انا حضرتك نفسي جدا حضرتك جداً تنزلي معانا اجي مره معاكي ضروري ان شاء الله وتشوفي ازاي بنشتغل.
فده من ناحية التدريبات اللي رفع المعرفة. عندنا التدريبات اللي هي لزيادة قدراتهم على الإنتاج. يعني إيه؟ يعني عندنا مشروع زراعة أسطح ضمن المشروع ده. سمعنا عن الموضوع ده، إن تشجعوا الناس يزرعوا فوق أسطح بيتهم. أيوة. على ترابيزات معمولة بطريقة معينة وفيها مواد مش تربة، بس مواد ما بتشكلش تقل على المباني. احنا ابتدينا فيها كزراعه اسطح، بس احنا في الصعيد دخلناها للستات علشان يقدروا يزرعوا جنب بيتهم. ليه؟ علشان الست عندها عيال. ايوه، بس خليني اسال، ليه يزرعوا جنب بيتهم لما هو في الاخر برضو انت بتتكلمي على قرى، فهو بشكل او باخر النشاط هناك نشاط زراعي. اوكي. يعني لسببين، هم اغلبهم زوجات فلاحين. صح، صحيح جدا. إيه بقى؟ لكن الست ما عندهاش في الغالب ملكيه الارض، ما عندهاش القرار هي تزرع ايه. احنا لقينا من كل الدراسات لما الست تقدر تزرع وتقرر على نوع الزراعه، الفايده التغذويه اعلى. لما تتحط بايد الست التدريب ده بيعود بفايده اعلى على الاسره كلها. اي حاجه بتتحط في ايد الست بتطلع فايده اعلى. يا جماعه، كل القرارات تبقى حريمي بعد كده، القرارات لما تاخدها الست فايدتها اعلى. هنطلع فاصل وهنرجع هكمل موضوع زراعة الأسطح والتجربة الفريدة جدا جدا اللي منحة يعني بتصرف عليها الحكومة الإيطالية. الحكومة الإيطالية رصد مبلغ محترم علشان ينموا الصعيد عندنا، فالتجربة تستحق وتستحق الزيارة أكيد إن شاء الله. بعد الفاصل نكمل. نرجع نشوف الوصفة المتكاملة العناصر الغذائية، أو مش متكاملة يعني عالية القيمة الغذائية. احنا حطينا البصل والجزر، قلنا لو في كرفس هنحط، مفيش شغال. حطينا معاهم طماطم أو صلصة اللي موجود، وحطينا كمون لأن الكمون دايما حلو مع البقول، دايما دايما البقول والكمون بيحبوا بعض وبيطلع لهم طعم حلو وبيسهل في امتصاص أو في المشاكل اللي ساعات تبقى ناتجه عن الانتفاخات اللي ساعات تيجي من البقول. فحطينا كمون، ده اساسي. حطينا سكر، بالذات لو احنا عاملين صلصه، الصلصه الحموضه فيها بتبقى عاليه شويه، فلما بنستخدم صلصه من البرطمان اكتر بنحتاج سنه سكر بتدي حلاوه للطعم وبتضيع الحموضه الزايده. حطينا بهارات وسنه قرفه صغيره وبابريكا. خليني ازود حبه، انا حاطه بس هزود حبه كمان. البابريكا بنقدر نحط منها كميه من غير ما نخاف لان طعمها مايلد جدا. القرفه حطيناها وخلاص كده. احنا الاكله زي ما اتفقنا ان احنا عايزين الفاصوليا تبقى اقل من في السلق، اقل من السوى، حاجه بسيطه علشان نخليها تكمل شويه، يعني سواها يكمل جوه الصوص فتاخد، او جوه صلصه الطماطم دي فتاخد الطعم. انا هحط سنه مرقه صغيره قوي، انا مش عايزاها عايمه. لاحظنا كمان، الدكتوره هتقولي لو ده صح ولا غلط، ان احنا كل ما بيبقى الميه كتير مش بس في الطبخ، في الاكل حتى اللي جهزت في صحيح. الاخر بيشجعنا ان كل ما السايل يكتر الرز يكتر. صحيح. يعني عشان قد الميه بنحط رز. صحيح. فبناكل الرز كتير قوي. ومتهيألي أي حد خايف شوية من السمنة لازم يحاسب. وبس الحاجة الأساسية إنه حتى لو اضطرينا ناكل أكتر رز ما نرميش الصلصة. يعني أحيانا بيحصل إيه، بتكون ست البيت زادت الصلصة كمية السوائل. بنقول إحنا في مصر زي بنقول الدمعة. فما تترق، يعني لازم تستهلك تؤكل علشان فيها حاجات كويسة كتير. فلما نطبخ ناكل كل الصوص. حتى لو اضطرينا ناكل معاها شويه زياده رز، بس الافضل نتفادى ده ونطبخ بكميه قليله من من الميه. فنبقى اكلنا كل الصوص من غير ما نبقى اكلنا حله رز كبيره. بالظبط. انا الحقيقه الحاجات الخضراء دي بالنسبه لي ما بتكملش غير لما احط كمان الحاجات البقول، اسفه، غير لما احط شويه بالذات الفاصوليا، بحبها قوي 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 مع البقدونس جدا. فانا دايما احط بقدونس، بس اخد بالي اني هحط البقدونس بعد ما طفيت مش قبل. احب نطفي عشان كمان اعتقد القيمه الغذائيه. الدكتوره اتكلم، بس خلينا نتكلم عن الطعم.
في الطعم هو بيبقى طعمه احلى وهو لسه فريش كده وبارد، الاول ما بيسخن طعمه بيروح. صحيح. بالنسبه للقيمه الغذائيه احنا بنعرف انه الحاجات الخضراء كمان هي مصدر عالي للفيتامين سي، وده من الفيتامينات اللي بتتاثر بالحراره، فبناء دايما بنحطه في الاخر. احنا عاملينه كان احنا عاملين وليمه عزومه، ها دي حاجه جميله جدا يعني. ومتكامله غذائيا كده، الفاصوليا مع الرز عندنا تكامل في البروتينات كويس جدا جدا، والشكل جميل جدا. وانا مبسوطه جدا عشان انا بحب الفاصوليا دي، الطبق ده من الحاجات اللي انا كمان بنبسط منها. عندي ادوق بقى. حلوه الطلاينه بقى. طلاينه احنا بنتكلم عن المشروع الممول من الحكومه الايطاليه، فقلنا زراعه الاسطح. زراعه الاسطح ليه للستات تحديدا؟ ده اسلوب كنا بنعتمده في المدن، يعني احنا ابتدينا في القاهره وفي اسكندريه، بس لقينا انه الست علشان تروح الغيط وعلشان نشجعها انه تزرع وتستعمل اللي بتزرعه علشان تاكل منه، ولو فاض عنها تبيع، مش دايما سهل ليها مع وجود عيال صغيره في البيت مع مسؤوليتها في البيت، فاحنا جبنا الزراعه لحد عندها. زراعه ما بتتطلبش ارض، على ترابيزه قدام البيت ممكن نعمل الترابيزه على اكتر من مستوى بشكل انه نزرع فيها حاجات كتيره تستعملها للبيت وكمان تبيع منها لو فاض، او تستعمله بالتخليل او في التجفيف او اللي كنا اللي مندربها عليه. فزراعة الأسطح ديت نحن مندخلها على كأسلوب لطيف للست، ما فيهوش جهد كبير بس بينتج بكميات عالية، وفي نزرع كل حاجة بما فيهم الفاصوليا مثلا. احنا دلوقتي زارعين في بني سويف أنواع مختلفة، زارعين فراولة، زارعين بتنجان، زارعين على خس على الترابيزات، وان شاء الله لو في فرصه حضرتك تيجي معانا تشوفي ممكن نوري المشاهدين. طماطم، كل الحاجات الورقيه، فعندنا كل حاجه ممكن نزرعها على الترابيزات، مش محتاجه الميه كتير. خليني اسال يعني في اذهاننا كلنا طبعا الواحد بيبقى دايما ايه متشكك، هو فاهم صح برضو ولا غلط لما بيكون في حد يقدر يستفسر منه، في اذهاننا كلنا ان الغذاء جاي من التربه، فلو انا بزرع بدون تربه غنيه يعني تربه في الارض يبقى بنحس ان الحاجه ممكن تبقى منظرها طالع بس هي التقنيه ديت موجوده صار لها سنين. احنا التربه فعلا ما فيها، هي مش الوسط اللي بتنمى فيه الجذور النبته مش تربه، ولكن في الميه اللي احنا بنستعملها في كل المغذيات اللي التربة التقليدية كانت ممكن تديها للخضر أو الفاكهة. فعلى كده الفاكهة والخضر بتنمو بشكلها الطبيعي بالغذاء اللي هي اللي محطوط في المية اللي انتوا بتضيفوه. والمية دي طريقة استعمالها لطيفة جدا، يعني من عيد تدويرها، فما فيش فائض، ما فيش ميه بتجري على السطوح او جنب البيت، ميه هلكه زي ما لا 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 مفيش ميه هلكه. فالنظام كله معمول بطريقه صديقه للبيئه باستهلاك ميه قليل، بس النبته بتاخد كل احتياجاتها. احنا بنشتغل مع خبراء هم بيدربوا الستات، خبراء في زراعه الاسطح، وكل نبتة وليها مثلا الترابيزة هي عبارة عن ترابيزة عادية بس عندها عمق، العمق ده في وسط بين ما فيه الجذر، الوسط ده مش زي ما قلت مش تربة بس ارتفاعه وخصائصه دي الخبراء بيدربوا الستات عليها. بس احنا ما خلصناش كده، المشروع بيدرب بس بعدين هنعمل ايه مع الستات اللي عنده القدرة انه يقوم بمشروع خاص بيه مبني على الزراعة وعلى تربية حيوانات صغيرة من أجل تحسين التغذية، يعني درب معانا في كل التدريبات. المشروع فيه كمية من الفلوس اللي هي تعتبر زي مش قروض بس هي نوع من المساعدة للمستفيدين اللي هم عندهم القدرة يعملوا مشروع خاص بيهم بناء على فكرة المشروع اللي هي فكرة متكاملة تهدف لتحسين تغذية الأسرة بس قائمة على الإنتاج بطريقة جديدة وصديقة للبيئة وصديقة للست.
هو طبعا الموضوع اسئلته كتير، لان اول حاجه بس احنا وقتنا خلص. بس هو انا اول سؤال، طيب ليه بلد زي ايطاليا تدفع فلوس كتير عشان تعمل حاجه هنا؟ بس الحلقه الجايه خلينا في الحلقه الجايه ان شاء الله. ليه يا جماعه، ليه يبقى في ناس بيعملوا ده بدون مقابل، او على الاقل احنا مش شايفين المقابل؟ ايه اللي احنا هنستفيده وايه اللي هم هيستفيدوه؟ ايه اللي هتستفيدوا الفاو لما بتعمل كده، ولا هما بيعملوا كده لله وللوطن؟ الحلقه الجايه خلينا نكمل الحلقه الجايه ان شاء الله. بقول برضه